عندنا كلام كتير في الكرة العالمية زي ما كنا بنقول وبننوه في بداية الحلقة، ونهائي كمان كأس الرابطة الإنجليزية وجولة في الدوريات الأوروبية في العموم. خلينا نرحب بضيفتنا العزيزة منى عمر الناقدة الرياضية. صباح الهنا. صباح الفل، أهلا بيك يا منى. ازيك يا نهار، نورانا كالعادة. ميرسي يا كريم. دلوقتي طبعا هنتكلم معاكي بقى عن كل الدوريات الأوروبية ولا سيما الدوري الإنجليزي اللي أكيد هنقف عنده شوية، بس تعالي نبتدي كلامنا بماتش امبارح ليفربول وتشيلسي ونهائي كأس الرابطة الإنجليزية. شفت الماتش ده إزاي؟ هل كان الماتش قوي للدرجة ان هما بقى في عندنا وقت اضافي اول وتاني؟ يعني شفت الماتش ازاي بشكل عام؟ عادة المباريات كاس الرابطة او مباريات حتى الاف اي كاب بيبقى الفرق التوب بتلعب بالسكند تيم، ما بيلعبوش بالفريق الاساسي. ناس كتير افتقدنا، مش ناس كتير، كلنا كنا مفتقدين محمد صلاح في مباراة امبارح، بس حتى لو كان سليم 100% كان ربما بنسبة كبيرة جدا ما نشوفوش بصفة اساسية في المباراة. كان ممكن يشارك في مثلا الشوط الثاني في الاشواط الاضافية، لكن ما اعتقدش ان هو كان ممكن يبقى من التشكيله الاساسيه، لان احنا اعتدنا على ده من فرق التوب في مباريات الكاس تحديدا. يعني اعتقد، يعني انا شفت ان المباراه هي وصلت للاشواط الاضافيه لانه انت ما كانش عندك في الفريقين، ما كانش عندك عناصر اللي تقدر تخطف هدف او تقدر تخلص المباراه في الوقت الاصلي. تشيلسي ضعيف جدا فنيا، ضعيف جدا جدا فنيا. الفريق بيمر، ده تاني موسم ليه تقريبا على التوالي او تالت موسم ليه على التوالي، بيمر بحاله فنيه سيئه جدا جدا. نتيجه ايه؟ نتيجة أولا طبعا كان تغيير الإدارة من أبراموفيتش لتود بويلي مؤخرا، طبعا كان بعد الأحداث اللي شهدتها روسيا وأوكرانيا، يعني كان حصل تغيير في ملكية النادي نفسها. كمان تعاقب المدربين على تشيلسي، بنشوف أنه التغييرات الفنية أو تغيير المدير الفني كان بشكل سريع جدا. برضو من وجهة نظري أن كان تشيلسي تسرع جدا جدا في الاستغناء عن توخيل. كان يعني اعتقد كان هيبقى افضل من بوتشيتينيو، لكن طبعا كان برضو سوء النتائج للفريق، في سواء طبعا كان في الدوري وانه ما قدرش طبعا برضو ان هو يحجز مكانه السيزون ده في البطولات الاوروبيه. حصل تغيير باداره فنيه جديده، توقعنا انه ممكن يكون في دم جديد أو رؤية جديدة أو خطة جديدة مع بوتشيتينو، خصوصا ان هو كان بعبع مع توتنهام. خلينا نكون منصفين، لما راح باريس كانت الامور بالنسبه له ما كانتش افضل حاجه، بس كان مع توتنهام كان بعبع حقيقي في الدوري الانجليزي. بعض الفرق، او مش بعض الفرق، بعض جماهير الفرق طبعا، يعني كانت حاسه ببعض ضغطه شويه لما رجع تاني للدوري الانجليزي وان هو كان هيقود تشيلسي، ولكن للاسف احنا ما شفناش ده خالص. على الرغم ان تشيلسي فيه عناصر كتير جيده، ولكن في لا مبالاه، يعني خلينا يعني تذبذب الاداره هو اللي بيؤثر بهذا الشكل اكيد، والتغييرات تغيير المدير الفني بشكل مستمر. بالظبط كده، زي ما يكون لعيبه بتتعود على فكر مدير فني معين، طريقه معينه، خطه معينه، وبعد كده النتائج ما تمشيش كويس، فانا استغنى عن المدرب ده، اجيب مدرب تاني برؤيه جديده، بخطه جديده. حتى لو احنا بنتكلم في الاخر على فريق برضه زي تشيلسي، فريق ليه ثقل يعني، وفريق تقيل وفريق قديم وليه تاريخ محترم جدا. اوكي، بس طبيعي انه يتأثر بالنوع ده من الأحداث، لكن للدرجة دي؟ لان انت كمان العناصر اللي موجوده دلوقتي مش الخبرات بقى اللي انت بتتكلم عليها قبل كده، في عناصر كتير صغيره، وفي عناصر مش بالجوده اللي انت بتاعت الاجيال اللي قبلهم بالظبط كده، بالجوده اللي انت بتتكلم عليها. على الرغم من ده، انه مثلا احنا شفنا تشيلسي في المباراتين اللي لعبهم قدام مانشستر سيتي كان فريق مختلف تماما، يعني تعادلين، يعني كان الدور الاول والدور الثاني تشيلسي كان عامل ماتش تقيل جدا قدام مانشستر سيتي، وهنقول ان مانشستر سيتي كان هو بطل الدوري، اقوى المرشحين للبريمير ليج السنه دي. لما تيجي تشوف اداؤه في ماتشين تشيلسي كان مختلف تماما عن باقي المباريات، وده برده يعني ده اللي بيقولك ان ليه الوضع غريب كده. يعني طب ما انا بلعب زي ما بلعب قدام لوتون، قدام بورنموث، قدام الفرق الاقل، زي ما هلعب قدام الفرق الكبيره.
التذبذب ده هو اللي عامل الحاله اللي احنا شايفينها لتشيلسي حاليا. بالنسبه لليفربول زي ما احنا قلنا ان هو ما كانش بادئ بالعناصر الاساسيه، ربما عناصر قليله جدا زي فيرجيل فان دايك مثلا كان، وهو اللي انهى المباراه طبعا. يعني أليسون كان مصاب طبعا، صلاح مصاب، جوتا مصاب بالظبط كده، جوتا مصاب. ليفربول عنده برضو اصابات كتيره الفتره الاخيره، ولو انا شايفه ان هي يعني كلوب قادر يظبط التوليفه بتاعته ويسير على نفس النهج على الرغم انه ما كانش بادئ بيه الموسم ده. يعني ليفربول كان بعيد في بدايه السيزون عن المنافسه على بريمير ليج، وما كناش متوقعين ان هو ممكن يرجع بالشكل ده يعني. بس يعني الواقع اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي ان هو متصدر الدوري الانجليزي. طب انت عندك دلوقتي جول كان لليفربول واتلغى، بعد كده جول بتاع تشيلسي واتلغى. ناس قالت لك ده جه علشان كان الجول بتاع ليفربول مؤكد لكن كان فيه خطا في القرار التحكيمي، بتشوفي ده فعلا ولا لا كان يعني كان صحيح ان هو يتم الغائه؟ بصي انا نسيت اقول لك خالص لما كريم سالني السؤال على مباراه ليفربول وتشيلسي ان كان اصلا البطل المباراه كان التحكيم. حقيقي كان يعني من أسوأ المباريات اللي أديرت تحكيمياً بطل المباراة من الناحية الثانية يعني للفريقين، لأنه يعني كل واحد طبعاً طلع يتكلم. طبعاً ليفربول كسب فتمام، بس لو كان خسر كان هيتكلم على الأخطاء التحكيمية اللي حصلت في المباراة. تشيلسي نفس الكلام، حتى بوتشيني وكان ليه تصريحات قبل المباراة أصلاً على التحكيم، أنه شايف أنه التحكيم يعني بيجامل ليفربول، وليفربول طبعاً بيشوف أنه هو مش بيجامل تحكيميا خالص يعني. بس طبعا طبعا الهدفين لو كانوا جم، وهدف فان دايك لو كان جه، كان حقيقي المباراه من بدري يعني. وعدم احتسابه برده دي كان فيها شك كبير يعني، يعني ما بقيناش فاهمين ليه يعني، ليه ما هي زي ما احنا حافظين زي ما احنا عارفين هي هدف. برضو كان في طرد لتشيلسي وما تمش، فالمباراه كانت غريبه جدا تحكيميا يعني. اللي كان بيحكم بقى تحديدا جنسيات ايه؟ لا ما يعني ما اعرفش بالظبط كان الجنسيه بتاعت حكم المباراه كانت ايه يعني. عشان نعرف بس ده جاي من لا شرط، بس غالبا عادي هم بيبقوا انجليزي يعني، مش بيبقى مش بيبقى حاجه من بره يعني. تعالي بقى نقف شويه عند يورجن كلوب، اللي من بعد ما اعلن من فتره انه هيرحل عن ليفربول بنهايه الموسم ده، ناس كتير ربطت بين رحيله وبين رحيل محمد صلاح من منطلق ان شايفين هم يعني ان محمد صلاح جزء كبير من استمراريه وجوده مع ليفربول هو يورجن كلوب شخصيا، نظرا لخصوصيه العلاقه اللي ما بينهم والمحبه المتبادله. رايك يعني انعكاسات رحيل يورجن كلوب على محمد صلاح تحديدا هتبقى عامله ازاي، ورؤيتك لمستقبل محمد صلاح نفسه مع ليفربول الفتره اللي جايه؟ خلينا نقول انه ممكن يبقى في تفكير ان محمد صلاح ما يكملش مع ليفربول. هو لسه عقده طبعا لسه مجدد قريب، فعقده لسه هيبقى مستمر. بس وانس ان طلعت اخبار او طلع ليفربول يورجن كلوب نفسه اعلن انه مش هيكمل او خلاص ده اخر موسم ليه مع ليفربول، بدانا نشوف التقارير الاخرى بالظبط بالظبط كده بالظبط كده اللي بتربط محمد صلاح بالانتقال مره ثانيه للدوري السعودي، وارقام خيالية وأرقام خرافية. ربما يحصل ضغط على محمد صلاح إنه هو يخوض تجربة في الدوري السعودي، ولو إن أعتقد يعني إن دي ممكن تبقى آخر اختيارات محمد صلاح، ممكن تبقى آخر اختيارات صلاح إنه هو ينهي مسيرته في الدوري السعودي، لأن هيبقى صعب بقى لو أنا رحت الدوري السعودي أرجع تاني أوروبا. أعتقد الأمور هتبقى بالنسبة له صعبة يعني. فلسه صلاح قدامه مشوار في الدوري أو في أوروبا عموما يعني، ممكن يكملوا سنتين ثلاثة أربعة، فأعتقد مش هيبقى في داعي للاستعجال أنا ممكن أروح الدوري السعودي في الفترة الحالية يعني. بس ارتباط كلوب بصلاح طبعا، صلاح كان من العناصر الأساسية ومن الأعمدة الرئيسية اللي كان بيعتمد عليها يورجن كلوب من البداية خالص، كمان كان مع ماني مع فيرمينيو، وكلوب قدر ان هو كمان يطور صلاح في امور كتير جدا فنيه احنا كنا بنشوفها في الملعب يعني. صلاح بالنسبه لنا هو مش مهاجم يعني، صلاح هو مش مهاجم رقم 9، ورغم كده احنا كل سيزون كنا بنشوف ان صلاح جناح، لكن ان احنا كل سيزون كنا بنشوف صلاح بينافس دايما على بالظبط بينافس على هداف بريمير ليج. فكلوب كان عامل اساسي وعامل رئيسي جدا في تطور محمد صلاح في نواحي كتير جدا، سواء بدنيه سواء كانت فنيه.
فاكيد اكيد هيبقى فيه تاثير يعني. بس هل هيسيب ليفربول؟ هيروح دوري تاني؟ هيروح دوري سعودي؟ طبعا لسه الامور دي مش محسومه لحد دلوقتي. ومش صلاح مش من الناس كمان اللي بتقعد تتكلم كتير في نص السيزون، هو بيتكلمش اصلا بس يعني. في ضوء اللي شفناه من صلاح الفتره الاخيره برغم الضغوطات الفظيعه والعروض المغريه جدا اللي جايه له من الدوري السعودي، شفنا اختياراته دايما بتكون عامله ازاي. توقعك بقى لاختياره القادم في حال رحيله عن ليفربول، هيكمل في اوروبا بشكل عام؟ في كلام عن يعني انه يروح ريال مدريد، في ناس اتكلمت عن انه يروح باريس سان جيرمان بالمناسبه. وده مش دلوقتي يعني، اتكلموا قبل كده انه ممكن صلاح ينضم لفريق باريس سان جيرمان. هو يعني تفكير صلاح دايما بيبقى مختلف. بس في حاله رحيله عن ليفربول اعتقد طيب انهيار عامه لو راح باريس سان جيرمان. انا شايفه كده انهيار تام لمسيرته الحقيقه. انا شايفه كده برضو مش من الخيارات، ومش من الخيارات ايضا الدوري السعودي بالمناسبه برضو ممكن تكون في يعني لو هنرتب هيبقوا في الاخر سواء باريس سواء الدوري السعودي. عنده فرصه ممكن يبقى في كلام على ريال مدريد، ولو إن اقتراب مبابي من انتقال لريال مدريد هيبقى في صعوبه شويه انه صلاح ينتقل لريال مدريد، لان كمان تفكير ريال مدريد او تفكير بريز او الاداره نفسها مش من الناس اللي بتعمل صفقات بومينج كتير. يعني ممكن هي صفقه واحده مثلا، ممكن في الصيف يعمل صفقه امبابي ويقفل على كده. فهم اذكياء جدا في الامور دي، وهم بيختاروا بعينيه هم محتاجين ايه. بس انتقال مبابي الى ريال مدريد ممكن يعطل بالظبط، يعطل صلاح لو كان في كلام مع ريال مدريد. برضو خيار برشلونه في وضعها الحالي مش هيبقى مفضل بالنسبه لصلاح، لانه ممكن يبقى رايح هناك، ممكن يبقى هو المنقذ فعلا وينقذ الفريق من الـ من الـ من الشكل اللي احنا شايفينه او من التذبذب اللي احنا بنشوفه، ولكن برضو ده مش مضمون. يعني انت بتريسك على حاجه زي كده. ف يعني احتماليه ان هو يكمل او ان هو يستمر في ليفربول ورده بشكل هو كبير. هو لعيبه يعني كتيره جدا عالميه يعني، اذكري اي اسم حتى لو هنتكلم عن ميسي او رونالدو، رحلوا المديرين الفنيين اللي هم مرتبطين بيهم وهم لم يرحلوا عن النادي يعني. ليه دايما في كلام فعلا زي ما كريم بيقول ان عشان يورجن كلوب هيرحل فمحمد صلاح هيرحل؟ هو ابنه يعني. لا، هي علاقه كلوب وصلاح ماشي يعني علاقه قويه، بس يعني ايه العلاقه برضه؟ علاقه قويه جدا وقريبه من بعض، عشان كده الناس ربطت ان كلوب هيمشي فصلاح هيمشي. ده عواطف ملهاش اساس على الارض يعني. بالظبط، هما بره ما بيفكروش خالص يعني. مفيش التفكير ده. بس هو محمد صلاح وعلاقته بيورجن كلوب من اكتر العلاقات اللي واضحه قوي للجمهور من خلال الميديا، فاهمه ازاي؟ يعني شفنا عشرات ان ما كانش مئات الصور اللي بترسخ لفكرة ان في خصوصية شديدة جدا في علاقتهم هما الاثنين ببعض. عارف ممكن خروج او صلاح يفكر يخرج من ليفربول مثلا امتى؟ المدرب على حسب المدرب اللي هيجي بعد كلوب. بالظبط، لو الكيمستري بقى بالظبط، لان ممكن وارد جدا انه زي ما قلتي الكيمستري ما تمشيش ما بينهم هما الاثنين. ممكن ما يضيفش لصلاح زي ما كان كلوب بيعمل، ممكن يعني صلاح ما يبقاش مرتاح في الخطه مثلا اللي هيلعب بيها، وخصوصا كمان انه اختيار ليفربول للمدرب الجديد اللي هيبقى ورا كلوب هيبقى صعب جدا جدا جدا، لانه اللي عمله كلوب مع ليفربول اعتقد هيبقى هناخد شويه على ما حد يقدر يجي يكرر اللي هو عمله مره ثانيه. مصنفينه من ضمن الخمسه سته المدراء الفنيين التاريخيين للنادي عبر تاريخه. ده حقيقي. وبعدين كلوب قدر ان هو يرتبط بجمهور ليفربول بشكل كبير جدا. يعني ارتبط بيهم عاطفيا. احنا بنشوف هو حتى لما طلع قال انه خلاص ده اخر سيزون ليه مع ليفربول، طالب من الجماهير انه ما حدش يغني له وما حدش ينده عليه بعد المباراه، وانه يفضل الفريق او يفضل الجمهور او يفضل الهتاف دايما بالنسبه للفريق ما يبقاش ليه هو بس. الجمهور ما ده الهابهم عاطفيا اكتر. بالظبط بالظبط. ودايما في تحيه للكلوب بعد المباراه، وفي ارتباط ما بينهم وما بين بعض. كلوب ليه احتفال معين بيروح يحتفل بيه مع الجماهير بعد كل مباراه. انا عايزه اروح معاكي بقى للدوري الانجليزي، وفكره هنا يعني، وسالنا او اتكلمنا في النقطه دي قبل كده التذبذب، بس الموضوع المره دي مختلف، لان انت بتتكلمي ليفربول 60 نقطه، مان سيتي تقريبا 59 وارسنال 58، فيعني تقارب ما شفناهوش قبل كده، ده يدل على تنافسيه شديده الموسم ده. هل الوضع هيستمر كده التوب 3 بالترتيب ده اللي احنا نعرفه، ولا ممكن يكون في يعني اختلاف شويه نهايه الموسم؟ وانا اتمنى يكون في، لان الواحد حقيقه زهق من الترتيب ده برضو. مفيش سنة وكريم كنا بنتكلم المتعة ما بقتش موجودة، بتشوفي كورة حلوة لكن النتائج خلاص بقت متوقعة.
لا هختلف معاكي في نقطه ان النتائج بتبقى متوقعه، لانه لو اتكلمنا مثلا قبل 5 6 7 جولات ما كانش الترتيب بالشكل ده، وما كانش ليفربول في اول الموسم ما كانش ضمن المرشحين. النتائج في الاخر بتبقى ايه؟ بتبقى لا، ما ازاي بتبقى ايه؟ ما هو انت سيتي جه وقع في 4 جولات أو 3 جولات ورا بعض، فهو ده اللي خلى ارسنال يظهر، خلى ليفربول. وارسنال اشتغل على نفسه بشكل كبير جدا، كان عندهم برضه تطوير كبير حصل في اللعيبه. حصل عندهم، لا وارسنال كمان يعني في بدايه السيزون كانت المنافسه، كنا بنقول سيتي وارسنال زي السنه اللي فاتت، لكن جه ارسنال حصل له دروب، ناس كتير جدا وتوقعت انه مش هيقدر يرجع تاني ويلم اموره، وانه خلاص بالنسبه لارسنال خلاص هو ابتعد عن المنافسه، وبالنسبه له هيبقى السيزون ان هو يعني يحسب مقعد يا تالت يا رابع يعني. بالظبط كده، يحسب مقعد ما بين التوب فور. هو ليه دايما بيبدا قوي ارسنال وبعد كده بيحصل فعلا دروب؟ يعني هو مش ارسنال بس، لو قستي لو شفتي يعني شوفي ارسنال وشوفي سيتي هتلاقي الاثنين تقريبا ماشيين زي بعض. الاثنين بداوا اقوياء جدا، بعد كده الاثنين حصل دروب، بعد كده رجع الاثنين تاني. يعني ارسنال انا من الناس اللي اتفاجئت ان ارسنال رجع تاني او قدر ان هو يلم اموره تاني. يعني شفناه بيتغلب من ويست هام على ارضه 2-0، بيرجع يكسبهم بره ارضه 6-0. يعني حصل ولسه كسبان برضه برباعيه مؤخرا على نيوكاسل بالظبط 4-1، وقبلها كسب بيرنلي 5-0 وكسب ليفربول في المباراه اللي جمعت ما بينهم هما الاثنين. على ذكر ارسنال، النني حكايته؟ النني بص هقول لك، لما تيجي تبص على ارقامه، هو طبعا السيزون ده بالنسبه له اخر سيزون، يعني ده حتى الماتش الاخراني شارك في يعني في الدقائق الاخيره دقيقه يعني مثلا دقيقه. الموسم ده بالنسبه له هو اخر موسم في ارسنال، ما حصلش اي لسه كلام على تجديد عقد، هيكمل مش هيكمل، هيروح فين، او ما فيش اي كلام من ده خالص. يعني معلوماتك كرغبه النادي في لحد دلوقتي ان هي ما رغبه جدتش. النادي مش واضحه، لكن النني عايز يكمل. اوكي بس لكن لما تيجي تشوفي الارقام النني مع ارتيتا، مش يعني انني مش من العناصر الاساسيه بالنسبه لارتيتا، بس اوكي هو موجود بس مش من العناصر الاساسيه. بيشارك حتى بالظبط، هو بدا السيزون ده كان عنده اصابه ابتعد فتره، بعد كده رجع، كنا بنشوفه كتير على دكه البدلاء، انني ما بداش ولا مباراه لحد دلوقتي اساسي مع ارسنال، بتتكلم في حوالي 26 جوله ما لعبش في بريمير ليج تقريبا غير ثلاث ماتشات، الاجمالي بتاع الثلاث ماتشات 25 دقيقه، يعني حتى مش نص ساعه، 25 دقيقه ما كملش شوط. بالزبط. نص شوط بالظبط، فهو بعيد جدا عن حسابات ارتيتا. حتى في تشامبيونز ليج برده لعب مباراتين، برده ما كانش اساسي، لعب مباراه السيزون ده في الاي اف ال كاب او اللي هي الكاس الرابطه، كان هي دي تقريبا المباراه الوحيده اللي كانت كامله على حسب ما انا فاكره. طب ايه اسباب ده برده يا منى؟ يعني بتعتقدي ان دي مشكله في عدم التصديق في امكانياته، ولا الفكره ان هو مش عارف يتاقلم، ولا هو فعلا فنيا لا يرتقي بنفس المستوى؟ يعني لا بصي هقول لك، هو من دي 1 لما بعد ما ارتيتا تولى المهمه الفنيه لارسنال كان في كلام ان النني خارج بره، وان هو ما كانش عاوز، هو مش مقتنع بيه فنيا اصلا، وان هو ما كانش عاوزه. وبعد كده النني قعد ما يعني ما كانش فيه عروض، فاضطر ان هو يقعد او يعني حصل وفاق ما بين بالظبط كده، وقعد ما كانش بيلعب فتره، بعد كده حصلت الازمه بتاعت كورونا، طلع اعاره، وبعد كده رجع تاني، قالوا لا خلاص تمام احنا عايزينه، هيرجع ارسنال، كمل في ارسنال، بس ما كملش بالصوره اللي كنا بنشوف عليها انني مع ارسنال فيرجر. الامور مختلفه تماما، فعشان كده انا بقول لك هو علاقته بارتيتا هي مش متوتره، بس هو مش من العناصر الاساسيه بالنسبه لارتيتا، تمام. مش ده من الناس اللي هو بيعتمد عليها. يعني قد تكون الخطوه اللاحقه بقى، الخطوه اللي جايه للنني في حال عدم رغبة النادي في انه يعني يكمل معاه، هو خلاص هيبقى عقده انتهى، هيروح اي نادي تاني بشكل فري يعني مجاني، اذا كان بقى تركيا، اذا كان ممكن بقى فرق في منتصف الجدول في الدوري الانجليزي، ربما ما يرجعش مصر، ربما يجي له عرض سعودي، اعتقد لا. هو ليه ما فيش فعلا حد غير يعني قلائل جدا من اللعيبه اللي راحت واحترفت بقى رجعت انهت مسيرتها هنا؟ قليلين واجيال قديمه، بس هو انا لما برجع اجيال قبل كده حصلت قبل كده في الاجيال الاجيال قبل كده حصلت كتير، بس هو لما بيرجع هو كام سنه؟
هو النني دلوقتي كام سنه؟ 31. طيب 31 لسه يعني لسه بتتكلمي لسه قدامه حوالي مثلا 3 سنين. بس على النني في المقابل بقى انت عندك مصطفى محمد عامل شغل زي الفل في الدوري الفرنسي، وعندك عمر مرموش تقريبا ثالث مباراه على التوالي بيسجل فيها، فعاملين شغل حلو قوي في الدوريين الفرنسي والالماني. ده حقيقي، ونتمنى يا رب ان شاء الله انه مع الميركاتو الصيفي نشوف مصطفى محمد في فرقه اعلى من نانت، نشوف مرموش بيروح فرقه اكبر في الدوري الالماني. وبالمناسبه مرموش ده الهدف العاشر ليه اصلا مع 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 فرانكفورت السيزون ده، يعني بنسبه كبيره ممكن يقرب من مواني اللي هو مشي راح باريس كان زميله قبل كده، كان جاب 15 هدف، فوارد جدا نشوف مرموش بيكرر كمان نفس اللي عمله مواني 15 هدف او اكتر من 15 هدف. نتمنى كمان السيزون اللي جاي ان هو يبقى فرقه افضل من فرانكفورت. مرموش ومصطفى محمد الاثنين كمان من العناصر الاساسيه، خلينا نتكلم لمنتخب مصر بصرف النظر يعني عن اللي حصل بالظبط عن الاداء اللي كان مخيب جدا في كاس الامم الافريقيه، لكن لما نيجي نتكلم على الاثنين دول تحديدا ومعاهم تريزيجيه، الثلاثه دول كانوا افضل عناصر المنتخب في كاس الامم الافريقيه. هو تألق كمان بالمناسبه، تريزيجيه كان متألق جدا في المباراه مع ترابزون يعني مؤخرا. طب انت برضو بما ان احنا ذكرنا تريزيجيه، بتشوفي مشواره لحد دلوقتي ايه؟ برضو ايه اللي ممكن يبقى الستيب الجايه؟ انا بحس ان هو اكتر لاعب مظلوم. ليه بقى؟ انا بسمع دي على طول على فكره من نقاط كتير، اكتر لاعب مظلوم اعلاميا. الناس دايما مش معرفش مبقاش في سبوت عليه كتير، رغم ان هو يعني بيقدم اداء جيد جدا. تريزيجيه طور نفسه بشكل كبير جدا على الفتره اللي على الفترات اللي حط عليه اكتر لما بيكون ليه مشاركه مع المنتخب. تمام، يعني الناس مش بتتابعه مع فرقته يعني في الدوري التركي زي ما بيتابعوه وربما عشان الاسم، يعني ربما عشان اسم الدوري التركي برضو يعني الدوري التركي مش كبير، بس يعني واسم يعني هو مش تنافسي قوي الدوري التركي، فيمكن عشان كده. بس انا بحس ان هو من اللعيبه اللي مظلومه اعلاميا. اتمنى اشوفه برغم ثبات مستواه على فكره، دايما بيطور نفسه سابق. جدا يا كريم حقيقي، يعني تريزيجيه من اللعيبه اللي بتشتغل على نفسها جدا وبتطور ادائها جدا، مش بيقف عند ستيب معينه، لكن هو بس محتاج شوية حظ. أتمنى يا رب في السيزون اللي جاي أو مع بداية الميركاتو الصيفي، إن أتمنى أنه يرجع أوروبا مرة تانية. دوريات أوروبا يعني مش تركيا، يعني أنا قصدي الدوريات الخمسة الكبرى بإذن الله. يعني طيب أنا عايز أتكلم معك شوية لفكرة اللعيبة اللي عندك اللي هم بتحترف في الخارج، وهتكلم عن مصر تحديدا. اولا انت شايفه ان الاعداد دلوقتي جيده ولا لا مقارنه ببعض الدول الافريقيه، المنتخبات عفوا الافريقيه كمان اللي هي والفرق الافريقيه اللي هي لا اصبحت دلوقتي الدوريات الكبرى تقريبا مجنسه منهم اعداد كبيره جدا. هل احنا دلوقتي نقول ده مشكله في الكره المصريه ولا تراجع في الكره المصريه ان ما بقاش عندك كوادر كتيره بيتم الاعتماد عليها، ولا ده الطبيعي بتاعنا مقارنه بزمان لا الاعداد في تزايد؟ يعني وجهه نظرك ايه؟ لو هتقارني نفسك بنفسك يبقى انت اتطورتي، بس لو بالغير احنا متاخرين جدا. انت بتتكلمي في حاجه عندنا معادله غريبه جدا. عندنا كام محترف بره؟ 5 6 7 7. بتتكلمي في الدول الافريقيه، غانا مثلا كام عادي، كام لاعب بقى موجود في ومش اي دوريات، في دوريات اوروبيه كبيره، اسماء كبيره. صحيح. كوت ديفوار هتلاقي نفس الكلام، هتلاقي فيه اسماء كبيره. انت من زمان، يعني زي ما قلت لك في الاول، انت لو هتقارني نفسك بزمان اوكي، انت زمان كنت بتتكلمي على 2 3 محترفين هم اللي عندنا ما فيش غيرهم يعني. دلوقتي انت اتطورتي، بس لو هتقارني نفسك بالدول الافريقيه الثانيه، المغرب مثلا زي ما قلنا، غانا زي ما قلنا، كوت ديفوار زي ما قلنا، والجزائر طبعا. فهتلاقيك انت لا انت بعيده جدا. الاسباب ايه؟ الاسباب دي عقليات. هل احنا هنا مثلا، هسألك انا وجاوبيني بلاش انت تقولي عشان لو موضوع محرج، هل هنا الانديه بتلزم شويه اللعيبه ان لما بيجي لهم عقد احترافي في الخارج هم بيرفضوا بيتمسكوا بيهم هنا؟ طبعا ده رقم واحد يعني. طبعا. طب رقم اثنين، هل انا عندي من الكوادر اللي تسمح اصلا، ولا لا انا عندي تراجع في الكوادر اللي ممكن تعتمد عليها او تسفرها او يجي لها عقد احترافي؟ لا انا عندنا لعيبه كويسه جدا، عندنا لعيبه نقدر ان احنا نشتغل عليها، مش لازم ما عنديش ميسي يعني. ما عنديش لاعب في بوادر ميسي من هو صغير، بس عندنا لعيبه فيها نواه، فيها بوادر كويس بالظبط كده، فيها بوادر كويسه اقدر ان انا اطورها، اقدر ان انا كده في العقليات اللي في الانديه يعني، ومش الانديه بس، انديه مسؤولين، وبرده عقليات بعض اللعيبه نفسها.
وخلي بالكوا غير العقليات برضو في حاجات لازم تتاخد في الاعتبار. يعني مثلا يا هواندا لما تيجي تتكلمي على المحترفين المغاربه والجزائريين، احنا بنتكلم على دول عربيه بطبيعه الحال، لكن جزء كبير من تعداد الشعب بيكل ناطق باللغه الفرنسيه او باللغه الاسبانيه، جغرافيا وتاريخيا هم اوريدي منفتحين على الجزء ده من العالم. في سهوله شديده في المروح والمجي، وفي ان اولادهم يبقوا متربيين هناك ومتعلمين هناك وداخلين جامعات في اسبانيا او في فرنسا، اكيد دي برضو سهلت لهم مهمه ان عندهم كتير من اولادهم يحترفوا في الدوري. تمام اكيد، بس هي مش عائق. يعني انا لو لاعب اكاديميه مثلا تبنتني او مسؤول ما تبناني وشايف ان انا ممكن يكون عندي بوادر لاعب كبير محترف في اوروبا، تمام، ومن ضمن الحاجات اللي هو طلبها مني انه انا مثلا لازم اطور لغه كذا، ما زي محمد صلاح ما كانش اصلا بيعرف انجلش تماما يعني، ولما راح فين اول ما راح سويسرا، صحيح، فكانت الامور بالنسبه له صعبه. ففي الاخر انا ايه، انا العقليه بتاعت اللاعب انا عايز ايه؟ لو انا عايز اطور من نفسي، ما هو انا مش هقدر اساعدك لو انت مش عايز تطور من نفسك. منتاليتي اللي هي العقليه الاحترافيه كانت بتنقصنا. دلوقتي لو انت هنرجع لنقطه نقارن نفسنا بنفسنا، اتطورت. بس زمان كان عندك اسماء كبيره، انا مش عايز اذكر قوي اسماء عشان ما حدش يزعل يعني، بس ولا اذكر هنقول اسماء يعني عمرو زكي مثلا، انا من اللعيبه اللي كنت بشوفه قوي جدا. ولاعب كان متالق جدا، ولكن للاسف من اللعيبه اللي ظلمت نفسها، لان انت ما كنتش قد وقتها المسؤوليه او الفرصه اللي جات لك، ما قدرتش انك تكمل. فهي دي النقطه الحقيقي. انت لو سالتيه هو هيقول نفس الرد اللي انت قلتيه. فحاجه الواحد بيزعل، يعني الواحد بيزعل ان انت كان ممكن تبقى في حته ثانيه. بس هل ده برضو، هرجع اسالك، مشكله الداخل هنا ان انا قبل ما اللاعب بتاعي بيسافر لازم يكون في حد، خصوصا اللعيبه اللي هي باك جراوند بتاعها مش على قدر كبير من التعليم، فبالطبيعي ان هو ما بيبقاش فاهم هو داخل على ايه، بيبقى حته بقى اللي هو الحنين للوطن، اصل انا اهلي مش معايا، الكلام ده كله لازم حد بيبقى قاعد معاهم مفهمهم انت رايح تحترف لازم فكرك يختلف، انت رايح لتارجت معين، مفيش حاجه اسمها العواطف دلوقتي، الكلام ده ما بيتقالش للعيب. طب هو انا ليه لما يعني زي ما انا عندي تاهيل بدني وتاهيل فني وجام بالظبط كده، وعندي كل ده، ليه ما عنديش التاهيل النفسي؟ صحيح. ليه انا باخد ممكن بعض العقليات لحد الان بتفتكر مثلا التاهيل النفسي ده انا تمام زي الفل مفيش حاجه عشان مش محتاج تاهيل نفسي؟ لا، هو الفكره كلها هي مش انت مش مجنون، انا ما قلتش ان انت مجنون، بس تاهيل نفسي للفعل الصعوبات اللي انت هتقابلها هناك. بس ما ننكرش ان تجربه ونجاح تجربه محمد صلاح قد تكون ملهمه لناس كتير، ان هم يغيروا فكرهم ولقوا ان حد قدر يوصل للي وصل له وقدر يحقق اللي حققه برغم كل المعوقات اللي اغلبهم بيعانوا منها. ده حقيقي. ومش صلاح بس، قبله كمان صلاح، تريزيجيه، مصطفى محمد، عمر مرموش، كل الناس المحترفين بتوعنا دلوقتي، ما هم واجهوا نفس الكلام ده. هم ما حدش فيهم كان بالنسبه له مثلا الانجليش مثلا بالظبط كده، بس طور نفسه، حاول ان هو امشي حالي يعني فاهم، مش لازم ابقى بيرفكت، انا مش هروح هناك اعمل محاضره هناك خلاص، بس يعني اعرف بالظبط كده، اعرف اتعايش، اعرف اتعامل مع الناس. صحيح، نقطه حلوه فعلا، لحظة صمت بتمر في بعض الأحيان على بعض البرامج الرياضية، بس أنا ممكن أستغلها وأروح معاكي بقى لإيه؟ لدوريات طول عمرها من الدوريات الممتعة في المتابعة زي الدوري الإيطالي، الدوري الإسباني، دول نموذجين الاثنين من الدوريات اللي جزء كبير جدا من سحرهم شبه اختفى. دي حقيقة. ممكن الايطالي اكتر من الاسباني. الاسباني يعني عشان جيرونا وبرشلونه وريال مدريد هم بيخبطوا مع بعض عاملين شويه مشاهده، لكن جيرونا صراحه هو اللي عمل الحاله السنه دي. يعني برشلونه كان تراجع اداؤه او شكله السيزون ده كان مفاجئ بصراحه بشكل كبير. السيزون اللي فات كان افضل بمراحل، الناس كنا متخيلين انه السيزون ده هيبقى المنافسه اكتر شراسه مع ريال مدريد. شفنا جيرونا عنصر جديد بيطلع بيتنافس مع كبار الدوري الإسباني. خلينا نقول ماشي بنسبة كبيرة، ممكن يعني لو بالورقة أو القلم أو بالحسابات أو بالخبرات أو ممكن ما يكونش بطل الدوري الإسباني السيزون ده، لكن ستيل هو عمل حالة رائعة في الدوري الإسباني. احنا بقينا نتفرج على مباريات جيرونا مع أتلتيك بلباو، بنتفرج مع جيرونا، هيشوف النهارده هيلعب النهارده أتلتيكو مدريد، فنشوف هيعمل إيه علشان الصدارة مع ريال مدريد. هو جولة ريال مدريد جولة برشلونة، ما كانش اسم
جيرونا ده بيتقال قبل كده اساسا. ده حقيقي، ده حقيقي. كانت من من الفرق في المنطقه الدافئه او الفرق اللي ممكن تكون كانت بتسرع الهبوط في 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 فتره من الفترات، لكن قدر ان هو تجربه صراحه تستحق الاحترام، قدر ان هو يثبت نفسه، قدر ان هو يصارع كبار الدوري الاسباني. عامل يعني خلينا نقول عامل يعني مش رعب بس عامل حاله بالظبط. طب انا قبل ما اختم بقى عايزين نروح للدوري الايطالي، ومعرفش هتتفقي معايا ولا لا، بس فعلا تراجع الدوري الايطالي كان مع تراجع المنتخب. يعني لما كان المنتخب الايطالي عامل شغل في كاس العالم وحصل على كاس العالم وبعدها تقريبا بفترتين الوضع كان جيد، لكن دلوقتي التراجع ده معرفش ليه مربوط. يعني زمان كنت واخر اللعيبه التقال اللي نسمع عنهم بصراحه، يعني باولو مالديني، انيستا، توتي، الناس دي اللي هي فعلا كانت هي دي ايطاليا، هي دي الكره الايطاليه. في تراجع واسماء دلوقتي طبعا معلمه بس مش زي الاول. بصي هي يعني من وجهة نظري يعني هي معظم المنتخبات بتمر بمراحل دروب، بتبقى الدروب ده بيجي امتى؟ بعد فتره كبيره جدا من التالق. لعيبه اسماء كبيره زي ما انت ذكرتيهم، اللعيبه دي بيارو، لا اسماء كتيره، اللعيبه دي واحد ورا الثاني بتلاقيه بيبطل، فبتلاقي القوام المنتخب نفسه او قوام الدوري نفسه بالظبط كده بدا ان هو على ما يطلع عناصر تانية جديدة لسه ده حقيقي. على ما يطلع عناصر تانية جديدة تقدر تعوض أو مش تعوض، يعني تقدر تبني جيل جديد للمنتخب فيرجع تاني قوة الدوري الإيطالي. ولو إن هو يعني استيل برضو هو تنافسي، وتراجع يوفنتوس الصراحة هو اللي برضو عامل مؤثر جدا. نابولي السنة دي وضعه غريب برضو في الدوري، يعني بطل السيزون اللي فات كنا متخيلين برضو إن هيبقى فيه تنافسية أكتر من كده، بس التراجع غريب. على كل حال قراءة كانت ممتعة منا بجد، نورتينا، اشكرك جدا. مرسي. شكرا لك، اشوفك قريب على خير ان شاء الله. مرسي لوجودك معنا منا. خلونا نطلع فاصل سريع ونرجع نبتدي مع حضراتكم بقى تاني واخر فقرات الحواريه، خليكم معنا.